فيكن على موقع سيدتي دوت نت. معكن المعالجة الغذائية كريستال أبي عاصي. مع بداية العام الدراسي الجديد دايما في خطر انه الطالبات يزيد وزنهم. لحتى نتفادى هيدي المشكلة اليوم رح اعطيكم نصايح بسيطة اذا طبقتوها رح تبتعدوا عن زيادة الوزن. السبب بكل بساطة ليه وزن الطالبات الجامعة بيزيد لانه بيصير الدوام كتير طويل ومنقضي فترة كتير طويلة برات البيت ومنصير معرضين للاكل الجنك فود او الفاست فود يلي بينباع بحرم الجامعة وحوالى الجامعة يلي اوقات بيغرينا انه ناكله خاصة اذا كنتوا جوعانين. اول نصيحة لإلك هو انك تاكلي وجبة الفطور. حتى اذا صفوفك ببلشوا بكير لازم ضروري تلاقي وقت لوجبة الفطور، لانه كل الدراسات بتبرهن انه الاشخاص يلي بياكلوا وجبة الفطور الصبح خلال النهار بحسوا بجوع اقل وبنفس الوقت بيكونوا مركزين وواعيين وعندهم نشاط اكثر خلال النهار. اكيد مش حيلا نوع فطور منيح وبيعطيكي نفس النتيجة، بدنا نجرب قد ما فينا نبتعد عن كل شيء سكاكر خاصة الصبح، دونات، كرواسان، شقفة كيك، هول بدنا نبتعد عنهم نهائيا، لأنه أول ما تفوتي كمية سكر الصبح على قلب جسمك، الجسم بيمتصها وبخزنها بسرعة، سو وزنك بيزيد. تاني شغلة بتحسي بنشاط قليل، بتحسي بساعة نشاط وتفوتوا هالسكرات على قلب جسمك، بعدين بيفضى جسمك من النشاط وبتحس فجأة انه بدك تاكلي مرة تانية. فأفضل انك تبتعدي عن كل شيء حلو مثل ما قلنا، ركزي بالترويقة انك تاكلي نسبة بروتين كتير منيحة، وتنقول بروتين اكيد مش يعني لحمة ودجاج لانه مش رح تاكليهم الصبح على الفطور، ركزي انك تاكلي لبنة، اجبان، بيضة لانه ما بتحتوي على نسبة فات كتير عالية، وحتى فيك تاكلي شغلة نحنا كتير منحبها هي الزعتر، زعتر وزيت مع انه ما بيحتوي على نسبة بروتين كتير عالية، بس الزيت بيحتوي على نسبة اوميجا 3 كتير مفيدة للتركيز وللدماغ. تاني شغلة لازم تعمليها لازم تنتبهي انك تاخدي معك سناكس او وجبات خفيفة على الجامعة لحتى ما يصير في عندك مغريات وتكوني ما معك شي تاكليه. وتنقول سناكس افضل شي تاخديه معك اكيد لازم تبتعدي عن الشوكولا والاشياء اللي بتحتوي على سكر مثل ما قلنا قبل. افضل شي تاخديه معك هي المكسرات النية، لوز، جوز وغيرهم من المكسرات كتير مفيدين لانه كمان بيحتوي على نسبة بروتين كتير مرتفعة، سو بيعطوكي نشاط وبيعطوكي تركيز وبيشبعوا لمدة كتير طويلة كمان لانه بيحتوي على نسبة الياف كتير عالية. اهم شيء ما تنسي انت وبالجامعة انك تشربي كمية مي كتير منيحة وكتير مرتفعة لانه المي كمان بتساعد انك تحسي حالك شبعانة كل الوقت وبتمنع الافراط على الاكل، واكيد لازم الواحد يرطب جسمه لحتى يضل مركز بالجامعه هو وعم يدرس. اهم شيء انت وبالجامعه تبتعدي عن المغريات اللي هن كل شيء حلو، لانه مثل ما قلنا قبل كل شيء بيحتوي على سكر سريع مثل الكيك والدونات والكراسان وغيرهم والمفنز مثلا وغيرهم من هول الاصناف بيعطوك نشاط بس بيعطوا شيء بنسميه فيك انرجي، يعني نشاط سريع بس ما بيدوم، بعد ساعة أو نص ساعة ماكسيموم راح تحسي بجوع مرة تانية وراح تحسي إنه ما عندك نشاط. إذا اضطريتي بالجامعة إنك تاكلي، أهم شيء تفتشي على ساندويتش يلي معمول من خبز قمحة كاملة، كل ما يكون فيه فايبر أكثر، كل ما تاكلي شيء فيه فايبر أو ألياف أكثر، كل ما يكون أحسن، لأنه هيدا الشيء بتفكك بجسمك على بطء وبخليك تحسي بشبع لمدة أطول. استفدوا من وقتكم بقلب الجامعة، وقت الفراغ تبعكم، اعملوا شوي حركة قد ما فيكم، لأنه أكيد الحركة بتساعد إنه وزنكم ما يزيد، وبتساعد إنه جسمكم يكون نشيط. طلعوا الدرج قد ما فيكن وتمشوا انتوا واصحابكن بدل ما تضلكن قاعدين كل الوقت.